نواصل ثقافيا ونزور معرضا تشكيليا بمدينة طنجة للفنان منصور الإدريسي محمد، لوحاته اختزال للحظات وتجربة الحجر الصحي. روبورتاج فريد غيتو، تحرير محمد إسرة. خلف الألوان تسكن الحقائق الإنسانية، هي باختصار قصص مستوحاة من زمن الجائحة بريشة الفنان منصور الإدريسي محمد. فهو كان اقتناص للأمل، للفرحة، للحياة بصفة عامة، فحاولت أن أبدع عمل جديد، مزيج من الحلم والخيال والأمل. لوحات تسافر بعشاق الفن التشكيلي إلى بعيد، فبين اللون واللون تولد عوالم تأسرك داخلها. استطاع في عزلته وملده طيلة هذه المدة أن يبدع وأن يغوص في عمق الروح، في عمق الوجدان، من أجل إعطاء ما يثبت بإنسانية الإنسان. الفضاء رحب شاسع، لا حديث هنا يعلو عن همس اللون. بقية القصة ترويها اللوحات.